نحن قالوا ناخذ الجنازات، قلنا لهم ما بدنا ناخذ جنازات، بدنا حق هالشباب. ليش بدهم يضربوه؟ مشان شو ضربوه؟ لو كان في شيء ضربوه نقول معلش، بس ما في شيء ضربوا هالشباب. اربع اخوات، مو واحد، مو تنتين، مو ثلاثه. بدنا حقنا، بدنا حقنا. قال اذا ما بدكم تاخذوا جنازاتكم هلا نحكي مع الدفاع المدني يجي يروحوا يدفنوا. بعدين الشباب قالوا اطلعوا، بدنا نقوم مظاهره مشان الشعب يقوم معنا. وصلنا على السوق، واحد منهم عمل مشكله بالسوق مع الشباب، كانوا بدهم يضاربوا. بعدين رجعنا قدام المشفى والجنازات زايدين على الرصيف. وصلنا جنازات حطينا بالسياره.